السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. في هذا الفيديو سوف نتعرف على سقيم الدولي الجزائري عيسى مندي المحارب والصخر الدفاعي نادي فيريال في دوري المؤتمر الأوروبي لدور المجموعات للجولة الخامسة. طبعا هذه أول مباراة لمدرب جديد نادي فيريال، فهو كيكي سيتيان المدرب السابق لنادي ريال بيتيس والذي درب عيسى مندي. وسوف نتعرف على سقيم مندي في مباراة اليوم. وقبل البدء في التفاصيل، أتمنى منكم لا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو لقاءكم الجديد، ونبدأ في التفاصيل الأكثر والدخول في الموضوع والتعرف على ما قدمه عيسى مندي في مباراة اليوم. عيسى مندي شارك أساسي ورسمي في تشكيلة فياريال وفي مركز قلب الدفاع ليس في مركز ظهير أيمن. قدم مستوى جيد، افتكك العديد من الكرات، ودقة تمريرات عيسى مندي في مباراة اليوم وصلت إلى 97% كمعدل رائع وجيد في مباراة اليوم، وكأعلى معدل من ناحية التمريرات الصحيحة. كذلك عيسى مندي من ناحية الكرة الطويلة كان جيد ورائع، خلق فرصتين خطيرتين، واحدة كانت قريبة من التسجيل عن طريق الكرة الطويلة، وهذا شيء إيجابي ورائع أن يكون كرة طويلة بدقة صحيحة وعالية. وبالنسبة للتقييم الدولي الجزائري، فهو تحصل تقييم 6.8 كتقييم على أدائه وعلى مردوده. وهذا هو كل شيء مدني بخصوص عيسى مندي في مرة اليوم. أتمنى منكم ألا تنسى الاشتراك، لايك للفيديو، لقاءكم الجديد، وشكرا متابعة، وإلى اللقاء.